من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تحمل الدولة واجب انخراطهم. ونمو بنسبة 16% مقارنة بعام 2021. الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية هي محطة مهمة جدا، حيث يلتقي العارضين والمتدخلين في المجال سواء مغاربة أو أجانب، حوالي 15 دولة حاضرة. وطبعا هي مناسبة للالتقاء لتبادل الخبرات وللنقاش، وأيضا للوقوف عند المجهودات الكبيرة اللي قامت بها بلادنا وخاصة الوزارة الوصية في هذا المجال، هذا تعميم التغطية الصحية على الحرفيين بالإضافة للدعم والمواكبة. فهذا تراث كبير جدا عميق تعكس التجدر ديال الثقافة المغربية وأيضا الإمكانيات الهائلة اللي في هذا المجال من نواحي ديال العمل والتصدير إلى غيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. المجهودات اللي غتقوم بها الحكومه بالنهوض بهذا القطاع؟ طبعا الحكومه تواكب هذا القطاع بكل الدعم الذي يحتاجه، وطبعا الاستراتيجيه اللي كتشرف عليها السيده الوزيره هي استراتيجيه طموحه، والهدف هو الصناعه التقليديه تلعب الدور ديالها كاملا سواء في النتيج الداخلي او لا في يعني في النهوض بالاوضاع ديال المهنيين، والاهم هو المحافظه على هذا الارث والمحافظه على الصناع التقليديين وعلى الدور اللي تيلعبوا في هذا المجال. هذا بارك الله عليك. الله يعاونك.